السلام عليكم، عواشركم مبروكه. اليوم جبت لكم حلوه الغراف، حلوه زمان اللي تجي ما شاء الله عليها. انا بعدا كنحماق عليها. هنايا عندي واحد البيضه، طبيعه الحال كل واحد الطريقه ديالو. انا غادي نشارك معكم الطريقه ديالي مع واحد القبيصه ديال الملح، كنخلطو مزيان. من بعد كنزيدو عليها جوج معلقات ديال الكبار ديال الماء زهر، كتجي من السما به رائعه الصراحه. واحد المعلقه ديال الزبده بحراره المطبخ، يعني ما ذوبوهاش، غير تكون يعني خارجه من الثلاجه. معلقه ديال العسل او سنيده اللي عندكم، انا درت معلقه ديال العسل حره، الا ما كانش متوفر ديري معلقه ديال سنيده. الزبده علاش خليناها هكا؟ باش غادي تجي مرمله. غادي نشدو الدقيق، عندي انايا نص كيلو ديال الدقيق، اي خمسة الكيسان ديال العنبه، وغادي نبدا ندخل فيها مزيان هذيك الزبده. عاد من بعد غادي نزيد لها الماء. الماء انا غادي نقول لكم شحال دخل فيها ديال الماء، طبيعه الحال كل نوع ديال الدقيق وشحال كي هنايا. غادي ندير الكاس الاول ديال الماء، وغادي نشوف الا تجمعت هي هذيك، ما تجمعش غادي نزيد عليها شويه الماء على حساب نص كاس هكا، وراه دغيا كتجمع مع الزبده فيها. هذا سهله، بغيتي ديروها في العجانه تقدروا ديروها، انا ما بغيتش نديرها في العجانه، انا ماشي بزاف، قلت نخدمها غير بيديا. هنايا زدت نص كاس ديال الماء على حسب، ما تكون جاريه ما تكون قاصحه. ومن بعد غادي ندلكوها واحد شويه، صافي نديروها واحد البلاستيكه او السلوفان، ونخليوها على حسب ما نغسلوها كيدينا، نطرفو دوك المهنات، ومن بعد نرجعوا لها. غادي نوريكم الطريقه ديالها، سهله ودغيا كتوجد. صافي هنايا غادي نبدا نقرصها هكا على حساب بحال الشكل ديال الرغايف، قريصات هكا صغيورين، انت على حسب بغيتي ديريها صغيره بغيتي ديريها كبيره، لان على حسب الغرف اللي عندك. انا ما توفرش عندي الغرف، كان عندي غير صغير، انا غادي نوريه لكم في الصوره، لهذا درتهم صغار، والصراحه حتى صغار جاوا زوينين. بعد ما درتهم هكا غادي ندير شويه زيت، هذا هو الغرف اللي غادي نخدم به، لان يعني سميتها حلوه الغراف. من بعد ما كنورق واحد القريصه هكايا على حساب ثلاثه ورقيه مزيان، تبقى يبان سطح العمل. بعد عاد نقطعوها بالقطعه ديال البيتزا، ما ديروهمش رقاق بزاف، شويه هكا بين وبين. صافي غادي نبقى نهز سطر وسطر نخليه، هذا هو راه واضح في الصوره، بيكون الزيت من طبيعه الحال سخون داك الغراف، ونستعنوا بواحد الفرشيطه او نبقاو نحركوها باش تجي على شكل وريضه. وهذا هو الشكل ديالها الصراحه، دغيا كتوجد. هذا هو الغراف اللي خدمت به. صافي كنبقاو نديرو وحيده بوحيده حتى كنكملو كاملين. من بعد هذا هو الشكل ديالها، كتجي بحال الوريضه. من بعد كاين اللي بغى يديرها بالسكر كلاصي، كاين اللي بغى يديرها بالعسل، انا غندير شي وحدين بالعسل وشي وحدين بالسكر كلاصي. كتجي مقرمشه وغزاله الصراحه، ولادي حماقوا عليها،
قالك ماما عاوديها لنا، قلت لهم حتى نشوف شي غراف كبير. انا درت شي وحدين فيهم السكر كلاصي كيما قلت لكم، وشي وحدين غادي ندير لهم العسل. العسل واحد شوية كاوكاو، كان عندي كان عندك كاوكاو ولا لوز ولا جنجلان، الزواق تيبقى اختياري. انا هاد المقادير عطاتهم لي واحد الصديقة ديالي معنا في المدرسة، كتجيبها لنا الصراحة تجي رائعة. وصراحة من اول ما درتها صدقت معايا، كنقولها من هاد المنبر شكرا لك. وهذا هو الشكيل ديالها، تنتمنى ينال اعجابكم. لما لا نجربوا حلوة الغراف، حلوة زمان ديال، ونخليكم مع الفيديو. تنتمنى تنال اعجابكم، بارطاجيو الفيديو اللي عجبكم مع الاهل والاحباب. ومع السلامة الى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم الراحة، الى اللقاء.